المعادلة على الأرض تتغير، وقوات الإنفاق انتقلت مؤخرا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم واستعادة المواقع التي فقدتها مؤخرا. خلال الأيام الأخيرة وبعد مجزرة الفرناج التي راح ضحيتها 3 فتيات، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي محمد جنونو إن قواتهم بسطت سيطرتها على مساحات جديدة في محور عنزارة، فضلاً عن تمشيط عمارات تسلل إليها قناصة حيث أرغمتهم على الفرار. نحن لم نبدأ الحرب، ولكننا نحن من سيقرر زمان ومكان نهايتها. تصريحات جنونو قال محللون إن آثارها بدأت تظهر سريعاً على الأرض، حيث شنت قوات الوفاق صباح الثلاثاء هجوماً واسعاً على قوات حفتر في محاور الخلاطات والرمل والنهر المجاورة لمعسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس. هجوم أفضى إلى السيطرة الكاملة على محور الخلاطات وطرد مسلح حفتر من محيط معسكر اليرموك وتدمير عدد من آلياتهم، كما وصلت قوات الوفاق إلى 4 شوارع السواحلي حيث كان يتمركز مسلح الكاني المتحالفون مع حفتر. أما سلاح جو الوفاق الغائب نسبياً على أرض المعركة خلال الأسبوع الماضي، فقد نفذ خلال الهجوم 4 ضربات استهدفت قوات حفتر البرية الموجودة على الأرض في محوري اليرموك والخلاطات. تطورات قال متابعون أنها تبرز الفرق بين الهجمات التي تنفذها قوات الوفاق ونظيرتها التي يشنها مسلح حفتر، والتي باء جميعها بالفشل مؤخراً نتيجة طول أمد المعركة وقطع أغلب خطوط الإمدادات، واعتماد حفتر بشكل كبير على قصف الطيران الأجنبي المسير بعد أن فقد آماله في التقدم البري تجاه العاصمة.